حلاوة الإيمان مع نهى سعدي وطرات سندي والأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم من جديد في برنامجكم اليومي والحلقات الرمضانية لحلاوة الإيمان. معكم طرات سندي وزميل تأكيد نهى سعدي، وهلا والله نهى. يعطيك العافية تراد، وأرحب بكل مستمعينا وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، نبدأ حلقة جديدة من برنامج حلاوة الإيمان. زي ما أقول لكم تراد يضايق لما أقول يا جماعة على فكرة، زي ما أقول لكم تراد يعني حس أنه أنا بحاول يعني خليها بيننا إنه ما يصير يعني. يعطيكم العافية. طبعا زي ما قلت لكم اليوم يعني الخامس حلقة من برنامجنا، واللي ما لحق على الحلقات اللي راحت دائما يتابعنا على اليوتيوب، حيلاقي كل الحلقات اللي راحت موجودة، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية بتنزل أول بأول يوميا وبتتكرر وبتتعاد في اليوم أكثر من مرة. نرحب بأستاذ اعتدال إدريس معنا. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدني دائما أن أكون معاكم، أسأل الله القبول منكم صالح الأعمال. نكمل حلقتنا حقت أمس. أمس كنا بنتكلم عن عالم الملائكة، وكنا بنقول على أن الملائكة تأتي وتبتلي الإنسان، تختبره. وتكلمنا عن قصة الأقرع والأعمى والأبرص، وكيف أنه الإنسان بعض الأحيان بتكون عنده نعم وربنا يسخر له أو يحط له مواقف في طريقه لاختبار هل أنت تؤدي شكر النعمة هذه أم لا. لأنه في إنسان سبحان الله العظيم يكون مثلا تعبان ويصير صحته طيبة ومتعافي وكله، يجي أحد مثلا يقول له ساعدني في ده أو في عندك فكرة، يرفض أنه يعطيها لي، يبخل بالمعلومة، يبخل بالمعروف، يبخل بالهذا، فهذا كله اختبار للنعم. الآن نبغى نشوف إيش من قدرات الملائكة. في طبعا قلنا في عندهم عظم سرعتهم، الملائكة سريعين جدا بحيث إنهم ينتقلوا من الأرض للسماء، بينقلوا الخبر في أقل من جزء من الثانية لما تجي تنزل الأخبار وهذا سبحان الله والوحي. علم الملائكة أيضا، الملائكة علمهم واسع لكن في حدود ما علمهم الله. يعني ما يقدروا يتعدوا العلم اللي أعطاهم إياه الله سبحانه وتعالى. يعني إيش، كيف نعرف الكلام هذا؟ نقدر نقول زي حياتنا إحنا البشر، ربنا أعطانا علم محدود، علم محدود، بس هو شوف إيش اللي بيحصل عندهم حسب العقول. طبعا الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام عندك الآية وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الأسماء اللي الله سبحانه وتعالى علمها لآدم، يعني تعالي مثلا إيش عرف الناس إنه كلمة الجبل تعني جبل، إنه هذا جبل وإنه هذا ملعقة وإنه هذا مغرفة وإنه هذا قدر وإنه هذا صحن، ما يعرف الإنسان كيف حط الكلام هذا. صح. الله سبحانه وتعالى علم أسماء، علم آدم الأسماء كلها، لما عرضها على الملائكة، طب يلا إذا أنتوا بتقول أن الملائكة في البداية مش أعترضوا، يعني قالوا لله سبحانه وتعالى أنت كيف تخلق في الأرض خليفة وكيف تجعل فيها، وهم عندهم خبرة أنه الجن يعني قبل كده الجن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وهذا. فالله سبحانه وتعالى بده يبين لهم أنه أنتم علمكم مهما كان يا ملائكة علمكم محدود في الحدود اللي الله سبحانه وتعالى حط لهم هي. فلما عرض الأشياء هذه على الملائكة قال لهم يلا وروني أسماء هذه، قالوا له إيه؟ سبحانك، سبحانك تنزيه لله سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحان عظيم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون. ما تفعلون معناته أنه في نفسكم ما تعلمها الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى يعلمهم هي. صحيح. في عندك شيء بتقول يا لا لا لا. طيب في عندنا الملائكة أيضا في يصير بينهم نقاش، نقاشات تصير، وهذا حديث اسمه حديث اختصام الملأ الأعلى. الحديث هذا رائع جدا جدا، ولو تبغوا تشوفوا الحديث كامل تقدروا تدخلوا على النت وتكتبوا حديث الكفارات والدرجات. إيش هو الحديث؟ بيقول آتاني الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول آتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، إنه هو الله الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله طبعا ما رأى بصورته الحقيقية في أحسن صورة. فقال طبعا هو في رواية يقول في المنام، وفي رواية أخرى يقول في حديث المعراج لما عرج به، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يختصم مش إحنا عندنا خصومة كده، لا، يختصم يعني تجادلوا.
طب مين هم؟ يتناقشوا. طيب مين هم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى، شوف عادة كلمة الملأ في اللغة العربية تعني علية القوم. العلية، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فالملأ في اللغة العربية تعني العلية من القوم. لما تقول الملأ الأعلى، العلية في مستوى إيش؟ يعني بالمستوى إيش؟ في العلية في مستوى مثلا تقول المادي، يعني مثلا زي ما تقول هدول الطبقة العالية. أي نعم. الطبقة العالية يعني يكون سيادة، يكون في المال، يكون هي العلية. الملأ هي العلية. لما تقول الملأ الأعلى معناته علية الملائكة. طب هدول علية الملائكة فين موجودين؟ موجودين فوق عند الله سبحانه وتعالى. فقال قلت لا، ما يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الملائكة، ما يعرف شو كلام الملائكة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفيه، طيب حتى وجدت بردها بين ثديي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع يده طيب بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من وراء، حتى حس بالبرد وصل إيش لصدره من قدام. فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. هذا الآية اللي بتقول لك لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلما يقول لك، وهذا الحديث الصحيح ترى، مش إنه والله واحد يقول لي أنت حديث صوفي ولا حديث جايتنا من فين، حديث في الصحيح البخاري يدور عليه. فيقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. يا الله، يعني إيش عرف؟ إيش شاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش عرف ما في السماوات وما في الأرض؟ إيش العلم اللي وصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ففهم كلام الملائكة، فهم لغتهم، فهم الكلام اللي هم بيقولوه. فقام الله سبحانه وتعالى قال له يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. الآن فهمها. طيب في الكفارات والدرجات. يختصم في الكفارات يعني إيه؟ يعني في الأشياء التي تكفر الذنوب للإنسان. شوفوا الملأ الأعلى قديش يحبون إنهم يتناقشوا. يا بختهم البشر دولة، عندهم كفارات وعندهم درجات. كفارات اللي تكفر ذنوبكم ودرجات اللي ترفع هذا. طب إيش هي الكفارات؟ يقول له الكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. يعني يا شباب يا حلوين، إيش أستاذ ترى أبغى أسأل إيش هو إسباغ الوضوء على المكاره؟ حقول لك كده حين. طيب يعني يا شباب يا حلوين، الله يسعدكم ويرضى عنكم، بس الحلوين والوحشين كله، أنا أقصد الحلوين نقصد بهم كله. ترى أنتوا كلكم في نظري حلوين. القلوب هي اللي تجي للإنسان. قلبك هو اللي يعطي منظرك الجميل. الله عليك. الوجه ما هو مقياس صفاء الروح. نعم، صفاء القلب. لأنه إلا من أتى الله بقلب سليم. والله بعض الأحيان، طب ما عندك أنت جليبيب اللي هو صحابي من الصحابة، كان دميم جدا، وحش مرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه مرة. وزاهر أيضا كان وحش مرة، بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. مرة جاء زاهر للمدينة، كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. مرة جاء زاهر للمدينة بيبيع بضاعة، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ضمه من وراء، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا العبد؟ هو ما كذب، عبد لله. طيب فقام زاهر بيقول مين ده اللي بيعانقني من ورا؟ فقال له أرسلني. فالتفت فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يلصق نفسه في الرسول، فقال له والله يا رسول الله إنها لبضاعة كاسدة، يعني من حيشتري واحد هذا وحش؟ فقال له ولكنك عند الله لست بكاسد. يعني كويس إنك ذكرت القصة، أنا حبيت أستفزك فكريا وثقافيا صراحة. هذه بس يعني نتكلم في أمر راح أحسش أيوه. طيب فهذا بس مجرد خرجة بسيطة، نرجع مرة تانية. فيا شباب، المكث في المساجد بعد الصلاة، روحوا صلوا صلاتكم في المسجد، المسجد جنب إذنكم، تكونوا قاعدين بتلعبوا بنا عارفة إيه، أتركوا اللي في يدكم روحوا صلوا في المسجد. إذا الملأ الأعلى قاعدين بتناقشوا في الأجور حقتكم، الكفارات اللي تكفر ذنوبكم، وقولوا لي مين فيكم بلا ذنوب؟ والله كلنا مليانين ذنوب. طيب والمشي على الأقدام إلى الجماعات، شوف جماعة قدامك في السوق، يا أخي وقف أنزل صلي معاهم.
شوف جماعة واقفة في الشارع بتناقع على المحلات أوقف صلي معاهم مشيت على أقدامك كل خطوة ترفع لك بها درجة وتكفر عنك سيئة وتكتب لك بها حسنة حتى للمساجد برضو خطوات إسباغ الوضوح على المكاره دي اللي كانت تسأل عنها ايش يعني اسباغ الوضوء عن المكاره؟ احنا عندنا نعرف لما نجي نتوضى مثلا اتوضي يعني الى المرفقين صح ولا لا؟ نعم. طيب لما تكون المويه حاره مره ولا بارده مره فتقومي تسبغي الوضوء يعني على اشياء انت تكوني متضايقه منها. يعني مثلا اتوضي زياده طلع يعني يدك عن المرفق شويه طلع الوضوء عن المرفق شويه. المويه الحاره تلسعك. صحيح. طيب لما تكون في ايام الحر دحين في ايام الحر نبغى مويه بارده صلاة الظهر تعالوا اللي في مكه واللي في الرياض واللي في المدينه والله تيجي المويه تلسع وتحط فيها الشاهي سلك شاهي ما شاء الله تبارك الله بدخاقينه. طيب فهنا لما تيجي تتوضى الناس بعض الاحيان يتوضى تك بسرعه عشان خايف انها تلسع فيقولوا لا اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء يعني توضى زي الناس ادعك حتى لو هي بتلسعك. يعني انا اعترف اني انا كنت فاهمه انه اسبغ الوضوء انك تفضل متوضي طول الوقت اي لا حبيبي ما تمسح المويه اللي توضيت بها على جسمك لا انا ألفت اي ألفت لا عادي كلنا كنا اسبغ الوضوء على المكاره المويه بارده في ايام الشتاء في بعض الأحيان ما تكون في السخانة شغالة وتبقى تتوضى أصلاً تبقى تحط الماء حتلسعك فيا دوب تحط فطبعاً الواحد يحطها جري بسرعة ويشيلها فيقول له عشان تبغى كفارات أتعك يدك أسبغ الوضوء مظبوط عشان إيش تاخد الكفارات اللي الملأ الأعلى بيختصموا عليها يعني الله. الوضوء لحاله له أجر نعم والإسباغ يكون عليه له أجر أكثر نعم يعني مثلا تعالى المرفق زيد عليه ما يخالف إنه أنا اللي قلته برضو مو خشي يعني إلا تطلع نفسك صح يا ولية يعني ممكن الواحد يفضل متوضي طول الوقت مش غلط لا المحافظة على الوضوء طيب سبحان العظيم هذه ليها أجر تاني صح؟ غير إيوه يعني الموية تفضل على الجسم يعني ما لا 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 كمان أنت كلمتك تانية غير يعني المحافظة على الوضوء إني يعني ما أفسد الوضوء إيوه المحافظة على الوضوء إنه الإنسان بلال رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا سمعت صوت خطواتك في الجنة أنت إيش بتسوي بالضبط؟ أيوه. قال له أنا كل ما أتوضأ أصلي ركعتين ودائما يحافظ على إيش على الوضوء طيب فعندك سبحان الله العظيم هذا غير المحافظ على الوضوء اللي أنت بتقول ما يمسح الوضوء إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل قطرة تنزل من جسمك بتنزل معها خطايا من الوضوء طيب فهذا غير فهمك غير وفهمها غير والحديث غير نعم نلصق في المنشفة يعني هي الرسول صلى الله عليه وسلم سواها كلها يعني أشياء كثير تتحسن وأشياء كثير إحنا نعرفها يعني في وسط الكلام يعني حقيقي كانت ممكن تكون معلومات مغلوطة كانت عن بالنا أو شيء أو أنه نحس أنها هي سهلة لكن ما بنعملها. نطلع فاصلنا مستمعينا ونرجع مكملين معاكم في برنامج حلاوة الإيمان عبر أثير ألف ألف أف أم. حلاوة الإيمان مع نهى سعدي وطرات سندي والأستاذة اعتدال إدريس. مرة ثانية معكم في حلاوة الإيمان بنتحدث عن كثير من التفاصيل الموجودة في حياتنا والتساؤلات اللي ممكن ومعلومات مغلوطة صراحة اكتشفناها الآن عن الوضوء عن كثير من التفاصيل حلو التعديل وحلو أنه احنا نرجع نعرف الصحفية وما تكلمنا ولا شيء في الفاصل طيب نرجع مرة ثانية إلى حديث الكفارات والدرجات تكلمنا عن الكفارات وآخر شيء كنا نتكلم فيه عن إسباغ الوضوء على المكاره وقلنا يقصد بيها أني أنا أطلع الوضوء شوية مثلا فوق المرفقين في هذا في الأوقات اللي يكون فيها حر شديد برد شديد فإذا هنا هذه مكاره يعني أنا ما بحبها فلكن إيش بأزيد الوضوء فيها طيب. لو أنا عندي الموية طبيعية طول الوقت يعني زي الغرف الغربية لسه بقول لطلاد يعني زي الغرف الغربية عندي أو شيء زي كده ما بتيجي لا أبرد من المعقول ولا كيف أقدر أحقق هذا الشيء هو سبحان الله العظيم في عندك أشياء تانية تحقق فيها أي أسبغ الوضوء أي طيب الشيء الثاني هم كانوا بيختصموا في الكفارات والدرجات إيش الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام إفشاء السلام يعني يا جماعة
طول ما لا أدلكم على شيء نعم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام بيعطيك درجات عالية. تخيل أنت لما تجي ماشي العامل حق هذا حارس البواب من عارف السلام عليكم عليكم السلام دخلت للبقالة بدل ما تدخل وشك متجهم ولا حاجة قول السلام عليكم دخلت العمل والسلام عليكم ورحمة الله وأنت ماشي ألق السلام على من عرفته ومن لم يج تعرف إطعام الطعام سبحان الله العظيم إطعام الطعام اللي هو الكرم يعني بالله عليكم كم من مطاعم بتروحوها أنتو على الأقل الأكل اللي باقي قولوا له تيك أواي شيلوه معاكم والله يا أستاذ ده الشيء يعور القلب إنه تتركب كلها ما أروح مكان إلا في ناس في الطاولات اللي جنبي والله يا نهى والله يا أستاذ ده إنه الأكل مو نصه أكتر من نصه ما خلص وسايبينه مرمي وطبعا رجال المحل إيش يسوي اللي فيه يرميه لأنه ما يقدر يشيله ما يقدر يشيله يعني ممنوع إنه في بعض المطاعم ممنوع إنه يشيله لأنه ممكن تجيهم شكوى يقول لهم أحد حط طولنا من أكل اللي في البواقي وما أنا عارفة بيدخلوا في مشاكل فيكبها قدام عينك عشان يوريك أنت إيش تسوي قل له تيك أواي خده معاك وأنت ماشي حتلاقي عامل النظافة حتلاقي الحارس حتلاقي أي أحد حقون البلدية أعطي في البيت ممكن يكون في ناس في ناس ما شاء الله فيران المطابخ يعني أنا دائما أسمي من يصحوا في الليل يعني لا أنا أقول فيران يصحوا في الليل جيعانين أخوك كان سهران كان شيء يصحى في الليل يدور له في هذا يلاقي له في الثلاجة أبسط شيء ممكن كمان يعني هذه يعني دائما كنت أشوفها مع ناس الله يطول العافية علموني إياها البساس في الشوارع ممكن يعطيهم والطيور برضو على أي شرفة أي شباك يحط لهم هو ده إطعام الطعام أن وبنيتكم أنتوا حتى الله يكرمكم مثلا لما تأكلوا الأكل فيكون في عظم عندكم في بسة موجودة عندكم برا البيت موجودة في ما شاء الله تبارك الله بساس الشوارع مقترب حط لهم ده الببغانات يأكلوا بنية بنية أن إطعام الطعام فتخيل هذا الأمر كله درجات والصلاة بالليل والناس نيام دحين طبعا الناس يعني ما بيناموا يعني ما شاء الله تبارك الله سهرانين صحيين حتى في الأيام العادية بس صلوا صلاة الليل لا تتركها لو ركعتين الوتر الوتر أوتر بعد ما تقدر تسهر في ما تقدر تصحى في الليل أو شيء صل العشاء والسنة وركعتين من الليل وأوتر ذكرين أستاذ ذا بحديث اللي يقول إنه اللي يصلي في بيته الوتر يفضل بيته منور والملائكة تقعد تصلي اللي صلوا بالليل يعني هو الحديث من حمصة دحين بس أو بمعنى يعني صلاة الليل اللي صلوا في الليل بيخرج نور من عندهم يطلع للسماء في ممكن تكون ركعتين بس يعني مو لازم تكون ركعتين وتر أوتر بس ممكن تكون بس ركعتين ركعتين وأوتر لو بركعة وأوتر لو بركعة واحدة المهم صلوا بالليل والناس إيه والناس إيه نعم شوفوا قال إيش قال صدقت هنا الله سبحانه وتعالى بيقول صدقت ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ليس لو حافظت على هذا الأشياء وقال يا محمد هنا الله سبحانه وتعالى بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علم ما في السماوات وما في الأرض واللي ربنا غفر له من ذنوبه كلها تخيل الرسول الله سبحانه وتعالى بيعلم هذا الدعاء أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي أمال إحنا إيش نحتاج بالله عليكم إيش نحتاج إحنا عشان ندعي ونقول يا رب ترحمنا وتغفر لنا وتتوب علينا السلام اللي هو حتى أبسط الأمور صرنا نستسهل هاي هو ده يا حبايبي أو صباح الخير مساء الخير من غير ما نسلم يا حبايبي في الليل أنا استفدت الموضوع هذا بشكل كبير يعني أنا بقول لكم في الليل لما تصحى في النوم بعض الأحيان تكون نايم أنت طبعا غير رمضان رمضان كله لين الفجر في الأيام العادية لما بتنام بتصحى في الليل بعض الأحيان كم مرة بتدخل الله يكرمكم دورة المياه طبعا حتقول لو توضيت وقمت صليت النوم حيطير وهذا يا سيدي لا تصلي ولا هذا الا بس وانت قايم اذكر الله يا رب يا ارحم الراحمين انت بتتنزل الان اغفر لي وارحمني يا رب عبل ما تحط راسك على عبل ما تحط راسك على المخده استحاله من يوم ما تحط راسك على المخده تضغط زر على طول تغمض عينك ما حتغمض على الاقل بتاخذ وقتك عشان هنا
أدعي بتشيك أي على دعاء بتشيك على الواتساب أدعي أي دعاء أدعوه. هنا الدعاء يا رب رحمتك، يا رب أنت أعلم بحالي، يا من تعلم سري وعلانيتي، يا عظيم يا الله. نادوا الله باسمه العظيم. تعرفوا أنتم لما يكون الإنسان مهموم ومغموم، بعض الأحيان ما يعرف شيء إيش يقول، بعض الأحيان يعني يصعب عليه الدعاء. الإنسان المهموم اللي فيه عنده هم ما يعرف إيش يدعي، بعض الأحيان عقله يتوقف عن الدعاء. تعرفوا إيش تدعو؟ قولوا يا الله، قولوا يا الله. لما تنادوا يا الله أنت بتنادي الله بذاته، بذاته، فكأنك قلت له يا الله أنا أناديك بذاتك وبكل أسماءك وبكل صفاتك، أنت أعلم بحالي يا رب، أنت أعلم بحالي، أنت أعلم بحالي. لأنه بعض الأحيان من تجري الإنسان الهم والمصيبة ما يعرف إيش يدعي، إيش سببها، من فين جاي، ولا يعرف إيش يدعي. يا ولدي ما يعرف إيش الفرج، ممكن يطلب الفرج يكون ما هو فرج بالنسبة له، ممكن يطلب شيء يكون ما هو هو ده اللي يبغاه. فلما تقول يا الله أنت بتوكله وبتفوض وضو لله سبحانه وتعالى، اللي يعلم السر والنجوى واللي يعلم كل شيء ويعطيك على قدر إيش سؤلك، ودائما الخير من رب العالمين سبحانك يا رب. عندنا أيضا من صفات قدرات الملائكة وصفاتهم إنهم منظمين جدا في كل شؤونهم. أنت بعد ما قلت لي على حكاية إنهم دائما ساجدين وجنبهم جنب بعض، يعني أربعة أصابع بينهم بين بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. أنا بصراحة يعجبوني صفوف الرجال ما شاء الله عليهم تبارك الله، صفوف الحريم إلهي نور بصيرتهم. إحنا الحريم ليش؟ كل واحدة توقف في حتة. تضحك أنا ما أعرف إيش إيش. والله صفوف الحريم عشانك ما تقعدوا معانا في صفوف الحريم. إيش وضعه؟ اللي قاعدة يمين واللي قاعدة شمال واللي قاعدة في النص واللي قاعدة. يا جماعة الله يرضى عنكم صف لا، واللي تقعد جنبك بحيث إنها تحط رجلها في رجلك. يا جماعة صلوا زي الناس، ما له لازمة إنها تحط أبعد يا بتحال، طب أعطيني شوية نفس على الأقل. بس شوية تقوم تحط الكتف. يعني الرجال ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله. مشاكل زي اللي بتقولوها ما شاء الله عليكم، تصفوا صفوف تصفوا صفوف مظبوطه. لا لا الحريم مو طبيعيين، الحريم الحريم من جد، يعني هذول بغي لهم بلد لوحدهم عشان يصفوا لوحدهم. بس غريبه يعني امي لما تيجي من المسجد في رمضان يعني ما ما حكتك ما بتقولي طب اسمعك انت يمكن تعمل زي تاخذ ابعد مكان وحده بالاخير. ايوه يعني من جد، لانه قلت تلاقيها ما تبغى احد يجلس جنبها وتبغى تحط رؤوس بزورتها كلهم، فتحس الصفوف رؤوس بزورتها. ايوه اطفالها تحطهم الاطفال وياخذوا لك جزء من هنا، ولا تقعد قدامها وتحط لك العفش حقها كله قدامها. يا جماعه والله ما تضطر غصبا عنك اوقات فعلا تحاول تبعد شويه عشان تكون ابعد، فتكون خلاص الصفوف قد ما تشكلت. لانه لو انا حختار اني ابعد شويه فلانه حتختار تبعد شوي. الصفوف أشكال والوان يعني حدث ولا حرج. طيب أصحاب لازم يصلوا جنب بعض ولازم إحنا نصلي جنبهم. خلاص 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 ساكتين، إحنا في رمضان بس. طيب طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. طب هذا في الدنيا كمان من شدة تنظيمهم. طيب وجاء ربك والملك إيه صفاً صفاً. يوم القيامة ينزل الملائكة صفوف منظمين. سبحان الله سبحان الله العظيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان الله العظيم، ينزل صفوف صفوف من هذا، وبعدين دقيقين في تنفيذ الأوامر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ آتي باب الجنة فأستفتح. يعني بعد ما نخلص من القنطرة كلنا ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا أمة محمد أول أمة تخش الجنة، فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة فأستفتح، يعني اطلب الإذن إنه يفتح له باب الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت معناته إنه لازم لها إذن عشان الدخول. فيقول الخازن اللي هو رضوان من أنت؟ أنت مين؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذا الملك رضوان، رضوان خازن الجنة. شوف يقول له إيه، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذن هنا يسمع الكلام منظم دقيق. طيب يعني دقيق في تنفيذ أوامره. أوامر الله. حتى لما قلنا في حديث الإسراء والمعراج، لما لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع فكل سماء يوصل فيها جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم جبريل يستأذن
مو على طول اخترق كده وطير. لا لا لا، اجي عند السماء الأولى يستأذن يقول لهم من أنت؟ طب هو جبريل طالع ونازل، بس هو طالع ونازل من مكان معين، ربنا حدد له ده المكان اللي يطلع وينزل منه جبريل. إسرافيل هو اللي ممسك الصور، اللي ممسك عينه لسه عينه للسماء. طيب فهنا هذا جبريل ما يقدر يروح من أي مكان، في المعراج طلع من مكان معين، المكان اللي يقدر يطلع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فتجي الملائكة من أنت؟ فيقول لهم أنا جبريل. يقول مين معاك؟ فيقول لهم معي محمد. فيقول له أو قد بعث أو قد جاء، جاء يعني. طب هم عارفين، بس شوف دقة تنفيذهم للأوامر، جاء هو جاء. فيقول نعم، يفتحون السماء يدخل، يقوم السماء دي يشيعه يطلع معاه، يمشي معاه موكب أعلى الملائكة في دي السماء، ألين يوصلوا عند باب السماء الثانية، وهكذا يستفتح باب السماء الثانية، وهكذا السماء الثالثة. شوف كيف دقة تنفيذهم إيش في الأوامر. سبحان الله، الملائكة أيضا معصومين، ما عندهم ذنوب. طيب يعني سبحان الله العظيم، معصومين من الخطأ، معصومين من الذنوب، ما يعملوا أي ذنب، لأنه إيش؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عليها إيش؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش؟ ما يؤمرون. هنا ما يعصوا الله أبدا سبحان الله. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إيش عندنا نقطة ثانية حنتكلم عنها؟ حنتكلم لسه سبحان الله العظيم عن اللي هو عبادة الملائكة. طبعا عبادة الملائكة احنا حنتكلم عنها بس مو اليوم، ايوه في بكرة إن شاء الله بأمر الرحمن الرحيم بإذن الله. أي يعطيك العافية أستاذة، تعبناك اليوم في الأسئلة. لا لا أبداً والله، نسأل الله معلش في وجهها مسيحية هي. نسأل الله الصدق والإخلاص والقبول إن شاء الله. نلقاكم بكرة على خير في مال كريم. مع السلامة.